لو الحكايه فيها ان فيجو نقدر نروح نحط مباني او نقدر ان احنا نعمل مشروع. جت الفكره ببساطه استوحيناها من الحاله الشعبيه اللي موجوده في الشارع، وهو ان احنا هنبتدي بارسال 100 رساله بتحس على ان مصر هتنتصر على الارهاب باذن الله سبحانه وتعالى باراده الشعب المصري والجيش. مليون يا رب. مليون رساله. لا لا قلت مليون. مليون رساله ان شاء الله. بنقول فيها ان مصر هتنتصر على الارهاب باذن الله بقوه شعبها واراده قواتها المسلحه وشرطتها. دي البدايه. هيتم الانتشار في عده برامج وعده قنوات عربيه هنحس فيها رجال الاعمال والمستثمرين العرب.